أكيد المشاهد الكريم كان اللي ما يعرفوش أسماء هذا اللباس اللي راك لابسه، ولو تعرفنا قليلا على الأسماء، سواء الطربوش، والطربوش ربما معروف عندنا، أو الشاش. الشاش احنا نقوله الشاش، والله هي قاعدين يقولها الحطة. الحطة واللباس كامل اسمه الحطة. يبدأ حشك من صباط الزواي اللي في الشرق يقولوا له الزرياطي، وكاين اللي يقولوا الباسكال، فهمت؟ وكاين البست اللي هو الخف باللغة العربية، والسروال كاين الحوكي، وكاين العربي، وكاين السطايفي، يتنوعوا في كاين تاع شوية نص عمارة، كاين تاع بني مزابطة تلقى فيها بزاف البليونت، هنا يقولوا له تستيفا. وراني نشوف اللي راهي تصاحبها، راهي تصاحبها بعض الاكسسوارات ربما السيف. الاكسسوار بياسر. الساعة لازم تتبع الراجل. المرآة علاه؟ باش يكون هاني داير هنايا هذيك المرآة تاع الشيخ بكري، كان كي يحب يحسن اللحية تاعو يحسنها، هو في تلقى رافد الكيتور تاعو، تلقى رافد السنه بسم الله. يعني هكا في الطريق؟ في الطريق مثال عليك هكذا. اصلا كنا اسمح لي هذا تلقى هذا الكيتور تاعو، تلقى هذا المشط، تلقى هذا الابره، تلقى هذا الخيط، هذا قاعدين يديرهم. يعني هذه الاشياء كامل يهزهم معاه. هذا يهزهم معاه هكذا، مثال هكذا، شاف شعره ما شاء الله هكذا ينقي هكذا. هكذا ينحي الله اسمه. يعني ما يتعبش روحه ويروح، ما يتعبش روحه، او يعني يروح للحلاق، ما يروحش الحلاق، ما يمشي جوا الحلاق. يعني كل شيء في الهواء سواء. ماشي راني مش كنت الحلاق يعني. هذا الطوز دام تاع بكري تاع زمان، هذا مطروس محكوك بالفضه، فهمت؟ هاي لي تلقى داير الابره والخيط، اون سي جامي يطير له قفله، يطير له كذا يخيط، ما يستناش حتى يروح للدار ولا يبقى هكذاك مبهدل قدام الناس، يروح وحده يخدم. وكاين بزاف امور اللي يديرهم. والموس، البوس عادي ثاني، احنا عندنا الموس البوس عادي هاوليك ثاني. الموس البوس عادي لان بكري كانوا الناس عندهم الغلم. كنت موت له نعجه، واش راح يدير؟ لازم يكون عنده الموس تما يحللها، لازم يحللها، ما تروحلوش جيفه هكذاك.